وزير التعليم وقينان الغامدي جدل لا يتوقف، ولكن والمطبات الصناعية خطر قاتل وتشويه للشوارع وفساد يكشف. وأيضا معنا في هذا المساء توقعات بانتعاش اقتصادي بعد قرار قيادة المرأة السعودية للسيارة، بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة في أهلا. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى يكتب مقاله على رسلك أخي قينان ويشعل مشهد الرأي في السعودية. هل كانت لغة الوزير لائقة ومناسبة؟ ما الذي دفعه لكتابة مقال بهذه الطريقة التي وصفت بالعنيفة مرة وبالمحقة مرة وبالمتهورة مرات؟ ما الرسالة التي أراد وزير التعليم إيصالها؟ وهل ترون أن ما كتبه يعد رأيا شخصيا من حقه أن يدافع به عن نفسه ووزارته، أم أنه هجوم لا ينبغي لرجل بمرتبة وزير أن يقوم به؟ والسؤال الذي يكتمه كثيرون، هل يكتب هذا المقال بداية النهاية أم يعزز الحضور الوزاري ويمر بسلام؟ وأخيرا، ما رأي المتابعين وما موقف المعني بالمقال الكاتب قينان الغامدي من كل هذه المعركة، واسمحوا لي أن أسميها كذلك؟ كل هذا وأكثر تكشفه الدقائق القادمة من يا هلا. مشاهدينا، لم تكد تهدأ عاصفة الجدل بعد هجوم الكاتب الصحفي قينان الغامدي على المعلمين، حتى ثارت عاصفة أخرى من الجدل بعد أن انبرى وزير التعليم بنفسه للرد على مقال كتبه الغامدي وانتقد فيه أداء الوزارة وشكك بمنهج وزيرها الدكتور أحمد العيسى. العيسى أعاد للذاكرة أحداث مسرحية وسطي بلا وسطية التي كتب نصها وعرضت على مسرح جامعة اليمامة وشهدت أحداث شغب منذ نحو 12 عاما. وجاء رد العيسى على ما سماه بمزايدة قينان على الليبرالية بأن إحدى بنات الوزير كانت من ضمن النسوة اللاتي قدن السيارات في عام 2014. قضية التراشق بين وزير التعليم والكاتب قينان الغامدي وصلت إلى الترند في تويتر، وجاءت ردود الفعل متباينة بين مؤيد لحق الوزير في الرد ومتحفظ على اللغة والمفردات التي استخدمها الوزير. للحديث أكثر عن هذا الموضوع الذي كان الشغل الشاغل للرأي السعودي اليوم، ينضم إلي في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر المعارك، كما سيلتحق بنا هاتفيا الكاتب قينان الغامدي. ياسر، حياك الله في أهلا. هلا وسهلا، حياكم الله. حنا أكثر، وهذا نقول عودة حميد، وننقطع يوم ولا ننقطع دهر. حياك الله. ياسر، قبل ما نبدأ في تفاصيل المقال، أبا أخذ انطباعك العام حول ما شهدته الساحة بخصوص المقال. طبعا المقال أتكلم عن الرد، حناخذ الانفجار وين كان. أيه؟ الانفجار كان من رد الوزير أحمد العيسى على الكاتب قينان الغامدي. طبعا صحيفة الحياة نشرت الرد إلكترونيا في ساعة متأخرة من صباح اليوم. صحيح. قبل ما يطبع ينزل على الصحافة المطبوعة في الورق، فأثارت الضجة من بعد الساعة 12. الكل بدأ يتداول هذا المقال وبدأ صار في تعليقات، ولا أقدر أقول لك بالمصطلح العامي. أيه؟ تويتر ولع في تمحيص هذا الرد. كانت أعتقد أنه شكل صدمة صراحة، اللي يعرف معالي الوزير أحمد العيسى ويعرف عمقه الثقافي ويعرف كيف مسؤولياته، يعني يستغرب هذا المقال. أنه يعني لو أي أحد عرض هذا المقال وقال له هل تعتقد أن أحمد العيسى كتب المقال، مستحيل يقول نعم، مستحيل أحد يعني يوافق على
اللغة اللي استخدمها الوزير أحمد العيسى. ناهيك عن مضمون المقال، لأن الوزير أحمد العيسى ما ترك الرد على الأفكار اللي طرحها جنان الغامدي. جنان تكلم عن أن الوزارة لم تتطور، وأن الوزارة كان نتوقع منك يا مع الوزير أنك تطورها، بحكم أنك مؤلف كتاب إصلاح التعليم في السعودية. كتابين، كتابين من أروع الكتب اللي شخصت التحديات والصعوبات اللي تواجه تطوير تعليمنا. طبعا أنا ما لوم جنان، لأنه قضية تطوير التعليم، إذا أردنا أن يكون لدينا مجتمع متحضر وأن تنجح الرؤية 2030، لن يولد النجاح والتحضر إلا من رحم التعليم. فإذا فسد التعليم فسد كل شيء، والإصلاح الحقيقي هو يبدأ من منظومة التعليم. فأنا قناعتي الشخصية إذا لم ينجح أحمد العيسى في تطوير وزارة التعليم فلن ينجح أحد بعده، خصوصا أنه هو مؤلف أهم كتابين في إصلاح التعليم السعودي. طيب برضو قبل ما أدخل للمقال ياسر، إحنا كنا نسأل في المقدمة أنه إيش الدافع اللي دفع الوزير لها الكتابة. هل تشوف أنه قوة مقال قينان اللي كتبت ضد الوزير كانت مبرر كافي إلى أنه الوزير يطلع بمثل هالمقال؟ لا، بس أعتقد، شوف، ما ودي أنا أتكلم بلسان الوزير، لكن أنا حتكلم كمحلل إعلامي للملف بشكل كامل. طيب الوزير تصادم مع المعلمين، شكاؤون بكاؤون. صحيح، يوم كتب هذا المقال قامت الدنيا وقعدت، ما في معلم إلا كان حتى طلع هاشتاك إعفاء الوزير، طلبوا بإعفاء الوزير. جاء بعدها الخطأ المطبعي في الكتاب، أيضا ثارت الثائرة وطالبوا حتى بإقالة الوزير العيسى. طبعا أنا للأمانة ماني مع إقالة الوزير نهائيا، أنا مع دعم أحمد العيسى لأنه صاحب رؤية وكتب كتاب من داخل التعليم وله خبرة سابقة في التعليم، فأعتقد أنه يجب أن يدعم ويمنح الوقت الكافي لإصلاح هذه المنظومة العصية على الإصلاح للأمانة. طيب ممتاز، تسمح لي ندخل للمقال ونأخذ جزئية جزئية لأنه هو موضوع الحلقة. في البداية يقول: قرأت بكل ألم ما سطره قلم الكاتب قينان الغامدي بصحيفة الوطن يوم الثلاثاء الماضي في مقالة تفوح منها رائحة النذالة والخسة وأقصى ما تصل إليه النفس البشرية من انحطاط. تعلق. أعتقد أنا هذا قلت لك، هذا المقال هو سقوط حر. يعني بالنسبة لي ما أدري هل الوزير ما يبي الوزارة ويبغاها سبب لإعفاءه؟ لأنه المقال ما يمكن، أنا ما أدري شلون أصلا نشر للأمانة، ولا أعرف، يعني أستبعد تماما أي مثقف يكتب هذه المصطلحات. يعني أنت لو قلت معلم أو مدير مدرسة كتبها لن يقبل منها، لو قلت طالب حتى في المرحلة الجامعية أيضا لن يقبل منها، فما بالك لما تقول والله وزير التعليم الذي يعني بقيادة المنظومة التعليمية، وزير التربية والتعليم، كيف سنقبل هذه اللغة؟ وماذا سنقول أيضا للمعلمين بعد أن شاهدوا وزيرهم يكتب هذه المصطلحات؟ أنا أعتقد أنها سقطة، يعني ما في أحد ممكن يقول والله هذه ما هي سقطة، هذه سقطة في استخدام المصطلحات، سقطة قوية جدا، ما كان ينبغي لوزير لأي مسؤول إن كان يستخدمها، فما بالك بوزير، وما بالك عاد إذا كان وزير تعليم. طيب بما أنك تكلمت عن المصطلحات، إذا بنتجاوز هذه وخلاص كلام المصطلحات وصل. في نقطة في بداية المقال كان يتحدث فيها على فكرة التيارات، وانه يقول القينان ليش كنت تتهمنا بالليبراليه ولا بالاسلامويه ولا بالكلام هذا كله. دخول الوزير الى هذه المنطقه الحساسه جدا على مستوى الراي والمجتمع، كيف تشوفه؟ يعني اتمنى ان اخوي قينان يكون موجود معنا بعد شوي، لانه هي مرتبطه بما طرحه الاستاذ قينان الغامدي في مقاله السابق اللي بناء عليه غضب الوزير. وانا ما ادري، يعني يمكن الوزير حسبها غلط، يمكن كان يبغى يكسب رضا المعلمين ب مناكفة الجنان، فجاء الرد العكسي من الرأي العام. ما ماني فاهم. شوف أنا أشكرك ياسر إنك جالس تبحث عن مبررات، لأنه هذا هاجس الناس كلهم جالسين يبحثوا عن مبرر مقنع إن الوزير يطلع بهذا المقال. ما هو الناس مستغربة، يعني معليش، جنان الغامدي طرح تشخيص لعدم تطور منظومة وزارة التربية والتعليم، حتى الآن لا نعرف التعليم وين رايح، ولا وإحنا متفائلين، الكل تفائل بتعيين أحمد العيسى، صح؟ صحيح. طيب عندك يا أحمد العيسى مشكلات كبيرة، ماذا قدمت؟ أنا تمنيت أنك بدل ما تطرح المقال اللي تتكلم فيه عن الشيشة وعن النذالة والخسة، كان رديت على قينان الغامدي رد منطقي بالعمق. ما هي الخطوات اتخذتها وزارة التربية والتعليم؟
ما هيك يعني حتى هو كان الموضوع تم تشخيصه بشكل يعني حاد، الكل يستغرب الرد، الرد كنت أتمنى يكون في خاص بينهم، لأنه تطرق لأمور شخصية. صحيح. إحنا كنا نتكلم أن ننتظر رد على ضعف منظومة التعليم، ماذا قدمت يا وزير أحمد العيسى بناء على ما طرحه جنى الغامدي من أفكار. ذكر أحمد العيسى في مقالة بعض النقاط، أني أنا أول في جامعة، لو تقراها بس عشان ما ودي الترتيب، أول من سمح للطالبات بالخروج من الكلية من دون موعد محدد للخروج، وأنه أثناء عمله في الجامعة كانت هي أول من شكل فريق كرة قدم نسائي، وهي أول من أقام معرض للتعليم العالي يشاركنا فيه النساء لتمثيل الجامعات وتقديم المعلومات عنها، وأول من نظم برنامجا للتدريب الدولي شاركنا فيه الطالبات كالطلاب سواء بسواء، وكانت من أكثر الجامعات اهتماما بالمسرح الجامعي والنشاطات الثقافية والمعارض الفنية. هو أخذ هذه الـ أنت تبي توصل لنقطة المسرحية؟ لا كلها على بعض، هذه كلها يعني كلها في أنا أعتقد أنها مبادرات لكنها ما ترتقي لحجم الإنجازات. ليش؟ لو قلنا أن هذه الإنجازات أقيمت داخل بهو جامعة مثلا الملك سعود، جامعة الإمام حمد بن سعود، أقدر أسميها إنجازات لأنها لم تكن مقبولة وكان في هناك ضد كبير، لكن أن تقوم بهذه المبادرات وهذه البرامج في جامعة مثلا أهلية لها نمط معين، لها ستايل معين حتى في طلابها كذا، يعني ما أقدر أوصل لمرتبة إنجاز. الإنجاز الحقيقي أن تحارب الفكر المتطرف، أن تقوم بتنظيف المؤسسات اللي تعمل فيها من الفكر الإخوانجي، أن تحاول تعزز الولاء والانتماء لهذا البلد، أن نحاول نطور منظومة التعليم خصوصا في البيئة الداخلية تتعلق بالمعلم بالمناهج. إحنا عندنا مسؤولية أجيال، يجب أن نعلمهم كيف يحبوا يعشقوا هذا الوطن، كيف يدافع عن، كيف يحافظ على هذه المكتسبات. طيب. ياسر أبا جازف شوي وأقول أنه من الآراء المطروحة أنه احتمال يكون الموضوع شخصي بين أحمد العيسى وقينان الغامدي، ولا اللي جالسين يكتبوا عن التعليم يا كثرهم. ليش اختار أحمد العيسى أنه يرد على قينان تحديدا؟ تشوف هالرؤية منطقية؟ لا، أنا أشوف أنه أي شخص أكثر وزارات تتعرض للجلد، أو خلي الوزارات، خلينا أسميها أكثر وزراء يتعرضوا للجلد مين؟ هما وزارة التعليم والصحة، وزارة الصحة، وزارة العمل الشؤون الاجتماعية، حالياً الإسكان. أنا جاي كنا الإسكان إنها وزارة حديثة أي بس، لكن منذ عقود ووزارات الخدمات الإنسانية اللي هي الشؤون الاجتماعية اللي هي وزارة الضعوف اللي مسماها العامي، وزارة الصحة، وزارة التعليم هي تتعرض للجلد اليومي، حتى يصير حتى أحياناً يكون بمستوى التجريح للوزراء أنفسهم. مع هذا ما كان أحد من الوزراء السابقين يعني يتكلم بهذه اللغة، بصراحة هي لغة غير مقبولة، أكون صادق معك. وأنا أتمنى إحنا ليش إحنا عندنا حالة غضب، ما نبي بكرة كل وزير يتعامل معنا بهذه اللغة، ولودنا أبنائنا يصير المجتمع كله يعتقد أن هذا المساحة مسموحة، لا هذه المساحة غير مسموحة. طيب كيف تعامل الوزراء مع طروحات بعض الإعلام؟ خلنا نذكر الله يغفر له ويرحمه المرحوم غازي القصيبي، الله يرحمه. كيف رد على زميلي الكاتب بن سعد الخميس؟ سيدي المواطن. شوف حتى اللغة كيف راقية. وبالنهاية هما كانوا كان بينهم خلاف ورؤى وأفكار حول الهم الوطني. صحيح. وضحلوا نقطة نقطة. قال له تعال ناخذها نقطة نقطة. خلي الوزير. أكثر وزير تعرض للمشاكل في وزارة التعليم مين؟ الله يغفر له ويرحمه. الرشيد. الدكتور الرشيد تعرض لي يا شيخ حملات تشنيع وحملات دعاء قبل مماته وحتى بعد مماته للأسف، والله يغفر له ويرحمه، إن شاء الله أنها في ميزان أعماله. مع هذا ما نزل يعني استخدم هذه المصطلحات اللي أسميها أنا سقوط حر مظلي انتحار كامل أسميها. أنا أشكرك على إدخال مفردة حر، لأنه هو اختار أنه يسقط بصراحة للمفردات. إلا إذا كان أحد كاتب المقال ثاني. أيوة تتوقع في شيء؟ والله ما أدري، أنا أتمنى الوزير يعني أنا للأمانة من ألف، ولو كانوا ألف كاتبين ولا يعفى من الوزير. ألف كتاب إصلاح التعليم السعودي في كتابين منفصلين، أنا أعتقد هذا الشخص يستحق أن ندعمه. وأنا لو تقول إيش رأيك، أقول رأيي حسب الظاهر لي وعدم معرفتي في خبايا الأمور، أسميها سقطة، وإن شاء الله أنها يتعدل التعليم. لكن نحتاج من الوزير أحمد العيسى مقال آخر أو ظهور إعلامي يوضح
استراتيجيته نحو تطوير منظومة التعليم. وهذا اللي بسألك عنه، أنه كيف يتجاوز هذا الأمر إذا اعتبرناها عثرة، ولكن بعد الفاصل إذا تسمح لي ياسر. فاصل ومكملين مع ياسر المعارف. حياكم الله من جديد في يا هلا. ضيفي في الاستوديو أبو المعارك ياسر المعارك. ياسر حياك من جديد. هلا وسهلا. تكلمنا قبل الفاصل عن أنه إذا اعتبرنا هذا المقال عثرة أو سقوط حر أو نسميه اللي نسميه، كيف يتجاوز الوزير الآن؟ فيها الممارسين المتخصصين في العلاقات العامة أو الاتصال، نقدر نسميها الآن اللي هي أزمة علاقات عامة، أزمة أو نقدر نسميها كيف تدير إدارة السمعة، تحسين السمعة من جديد. يمكن أعتقد أنا أهم خطوة يجب أن يتم البدء فيها هو اعتذار، نشر مقال واعتذار واضح على مثلا التوفيق، وهذا تحتاج شجاعة وتحتاج أيضا لغة سهلة بسيطة فيها. بعدها يتم التواصل مع أطياف المجتمع من خلال حملة علاقات عامة، تحاول تقوم بردود مباشرة وغير مباشرة، وأنا كمارس اتصال وعلاقات عامة أفضل الردود الغير مباشرة. وهنا يأتي مدى كفاءة الفريق الإعلامي لدى وزير التعليم أحمد العيسى. كل ما كان الفريق الإعلامي قوي ومتخصص في الاتصال وإدارة السمعة، سيستطيع وضع الخطوات اللي يجب اتخاذها بسرعة كبيرة لمعالجتها. وأنا أعتقد أنه يعني ما ودي أكبر الموضوع، أقول لك هي أزمة، هي أزمة ثقة على الرأي عام. بالضبط. أقدر أقول لك تم تشويه الصورة، أقدر أقول لك كانت نقطة سوداء. التاريخ الآن سيحفظ هذا الموقف في سجل وزارة التربية، زي ما الآن احنا ذكرنا مقال سيدي المواطن لغازي قصيب، وزي ما ذكرنا سجلات الوزير رشيد مع الكتاب الآخرين، أيضا هذا سيسجلها التاريخ. وبالتالي يجب أن يتعامل معه بمسؤولية وباحترافية من فريق الإعلام. إذا لم يكن هناك فريق إعلامي فلا يمكن أن فلن يستطيع أحمد العيسى تحسين الوضع أو الصورة الذهنية اللي تسبب فيها. طيب. مقال بسيط عبارة عن 300-400 كلمة. طيب، بداية الشرارة اللي كانت خلينا نسميها بين قينان والدكتور أحمد العيسى، فكرة المعلمين والمعلمات ووضعهم والكلام هذا كله في المقال، الدكتور ما تطرق للمعلمين لا دفاعا ولا هجوبا، ويبدو انهم حسب ما تغرد انت انهم في وضع لا يحسدون عليه. ابغى تعلق على هالنقطه. يعني شوف، كان المفترض من بين انجازات الوزير اللي كان مفترض يتطرق لها هو وضع المعلمين. اي، لانه اصلا في ازمه مع المعلمين. بالضبط. صار في هاشتاج نشط لاعفاء الوزير، وانا طبعا ضد هذا الهاشتاج، زين. أيه. بس صار في ازمه. انا امس صراحه كان عندي يعني حاله من التعجب وحالة من الفانتازيا، اللي ادري شو يعني. المعلم الحين ما يدري يوقف صف مين، هم يبون يعفون، يتمنون اعفاء الوزير، في نفس الوقت غير راضين او ما يحبون جنان الغامدي. فكأني اشوف ولسان حال المعلمين يقول اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج منها سالمين. هو يعني كان امس حاجه يعني تدري، احس المعلم يقول انا اوقف مع مين، اوقف مع هنا ولا اوقف مع طيب هنا. طيب، وبالتاكيد انت ما تقصد شيء من المثل الا لا بس لا لا لا, لا انا اقول لك انه كيف الحاله الفانتازيه اللي هي ممكن تركب عليها هذا الموقف فقط كموقف معلم. كانوا يهاجمون جنال الغامدي وايضا يهاجمون الوزير، لا هو راضين هنا ولا هو راضين هنا. طيب الاثنين الحين اختلفوا، انتم مع مين؟ والله في وضع لا يحسدون عليه. طيب ياسر، يمكن ما نبغى نرجع للمقال كثير لتفاصيله، لكن في مقطع ما نقدر نفوته، يمكن هو الأكثر جدل وسخونة في مواقع التواصل. لما كتب الوزير: كما يمكنني أن أشير إلى أنه على المستوى الشخصي فإن إحدى بناتي كانت من أولئك النسوة التي تحدينا حظر قيادة المرأة للسيارة في 26 من أكتوبر عام 2014، وقادت سيارتها في شوارع الرياض، فأوقفتها الشرطة وقادتها إلى المركز، ما اضطررت إلى زيارة المركز وتوقيع تعهد. فلا تزايد علينا بالليبراليتك المزعومة وأنت، الكلام موجه لقينان، تعسكر في مقاهي الشيشة وتتبطح كما يعبر أحمد العيسى أمام شاشات التلفاز. شوف، هذا الجزء كله لو كنت أنا مستشار إعلامي لدى وزير التعليم لرفضت تمريره، والفكرة كلها أصلا رفضتها، يعني حتى لو كان كتبت بشكل آخر. أنت لما تقول أنا كانت بناتي، زي اللي ودك تقول
أنا من ضمن التيار الليبرالي، أو أنك ودك تدفع ما ذكره الأخ جنان الغامدي في مقالة عن قضية الصحوة وما الصحوة وإلى آخره. يعني أقدر أقول لك هي لعب على وتر التصنيفات والتيارات ما أشوف في سبب ذكره، يعني بالعكس أعتقد أنه أخذ عليه ما أخذ أكثر من الفكرة اللي يبغى يوصلها مع الوزير للأستاذ جنان. طيب ياسر، أكثر جملة تثيرني في رأيك في هذا الموضوع ومن قبل الحلقة وانت ترددها: إذا لم ينجح أحمد العيسى في وزارة التعليم فلن ينجح أحد بعده. متفائل بنجاح أحمد العيسى الآن بعد كل مسيرته؟ يعني شوف، لازم نشخص الأمور بوطنية وبموضوعية، لازم نجرد أحيانا النزاعات الشخصية. السمات الشخصية، شخصنة المواضيع دائما تقتلها. خلينا نتكلم بهدوء وبموضوعية. وزارة التعليم على زي وزارة الصحة، صعب انك تعالجها بين يوم وليلة. هذه وزارات عندها إرث عقود من الزمن، تعاني مشاكل إدارية، مشاكل أنظمة، مشاكل بنية تحتية، مشاكل مالية، كثير مشاكل. لا يمكن لا وزير العيسى ولو جمعت ميزات العيسى والرشيد وغازي القصيبي وكل الأباطرة وعجنتهم وصنعت وزير، لا يمكن يعالج مشاكل وزارة التعليم ويطورها بين يوم وليلة. نحتاج إلى أول شيء نتفق أنه يجب أن يكون لدينا رؤية واضحة استراتيجية وخطة عمل محكومة بزمن معين. إن استطاع العيسى يكملها أو يأتي وزير بعده ويحاول يمشي على نفس الخط المرسوم الموضوع. يعني ما أود أن كل وزير يجي برؤية مختلفة، خصوصا إحنا هنا طبعا ما قبل الرؤية كان كل وزير يجي برؤية مختلفة، والرؤى عادة تبنى على انطباعات شخصية قد ما تكون مهنية وقد ما تكون تخصصية. وهذا ما ذكره الأخ جنان، قال انزل الميدان، اعرف مشاكل التعليم لطالما كنت مؤلف، يجب أن تنزل الميدان مؤلف كتاب إصلاح التعليم. أنا قناعتي أن الوزير يحتاج وقت إضافي، لكن يجب أن يعلم أنه الآن دخل مرحلة حرجة لأنه خسر أكثر مما كسب. أهم عنصر عندك هو عنصر حجر الزاوية، هم المعلمين. خسر جزء، ما أقول خسر كلهم لكن خسر جزء كبير منهم. وخلنا نكون صادقين بعد، أيضا في مشكلة في المعلمين، ما هم كلهم. أنا علموني بعض الأساتذة إلى الآن أدين لهم بالفضل على مستوى أسلوب التعليم اللي قدموا لي. وفي المقابل كان هناك أساتذة شكاؤون بكاؤون منذ سنوات، ولا يبي يطور نفسه ولا يبي. لكن صعب إحنا نقول كل المعلمين، لا. تعتقد أنه 50% الشكاؤون؟ أي. أكثر الشكاؤون يمكن، حسب يعني أتفق أنا مع جنان ترى بشياء كثيرة في هالموضوع. جنان يقول 80%. أنا أتفق مع جنان 80. نعم. ما أنت خايف من المعلمين والمعلمات؟ يمكن خايف الوزير. ترى هجومهم كاسح. يمكن خايف الوزير. طيب اليوم إذا أخذنا الموضوع بنظرة أوسع، ما الذي قدمه أحمد العيسى خلال المسيرة السابقة يشفع له أنه يكون بعض الناس يتعاطفون معه أو على الأقل يلغون المطالبة بإعفائه؟ أنا أعتقد أنه أي وزير يأتي لوزارتين، أي بالذات الصحة والتعليم، يجب أن لا يطالب بعصا موسى لأنه لا يمتلك عصا موسى. أعتقد أي وزير يجب أن يجلس له سنة إلى ما يستوعب مشاكل الوزارة ومن ثم يطرح الرؤية. والله أن التعليم والصحة مشاكلهم عويصة، ولذلك الدولة أعطتها اهتمام أكبر واهتمام قوي في الرؤية، في مضامين الرؤية، للمحاولة من التخلص من البيروقراطية القاتلة الموجودة حاليا. لكن خلنا نقول إحنا جينا الوزراء الآن جو في وقت في كساد اقتصادي بسيط، في بعض المشكلات يحتاجون وقت. احنا اتمنى من العيسى انه من خلال فريق الاعلامي الموجود عنده ان يحاول يعالج هذا الموضوع في اداره السمعه من جديد، في خطوات اصلاح التعليم، لكن ان يكون عنوانها اصلاح التعليم من الداخل. لازم احنا نطلع ماذا يوجد في الداخل. واجب علينا احنا كمواطنين ان ندعم كل وزير اختاره ولي الامر بما يحقق اهداف البلد. الوزير الغير قادر على ترجمه هذه الرؤيه وهذه التطلعات، تطلعات مواطن، تطلعات قياده، ما يمنع من اعفائه، وهذا لا يعني شيء، بس ربما يكون غير قادر. طيب خلينا نسمع رأي صاحب القصة والمعنى. نعم، الأستاذ قنان الغامدي ينضم إلي عبر الهاتف. أستاذ قنان، أنا ضيفي ياسر المعارك وأقول له أبو المعارك، وأظن أنت صاير أبو المعارك الأيام هذه. ما في صوت أستاذ قنان، تسمعني؟
انقطع الصوت. واضح؟ انقطع الصوت. طيب الآن صوتي واضح عندك؟ اي اي تفضل. طيب أنا ضيفي في الاستوديو ياسر المعارك، وكنت أقول أبو المعارك من بداية الحلقة، بس اليومين هذه صاير أنت أبو المعارك. طيب الـ ما أعرف والله إذا صوتي واصل بشكل جيد ولا لا أبو عبد الله، لكن أخ مفرحي الصوت يقطع، أنا ما أعرف ليه. طيب شباب يا ليتكم بس تشوفون النقطة هذه. طيب إذا كان الصوت واصلك بشكل جيد، قبل فترة بسيطة جدا كنت معي في يا هلا، وكنت من الداعمين للدكتور أحمد العيسى، وفجأة شفنا مقالك اللي تنتقد فيه الدكتور مباشرة، إيش اللي تحول؟ طيب أولا مساء الخير لك وللأخ ياسر ولمشاهدي ومشاهدات القناة. ابتداء فأنا أعتقد أن الأخ ياسر يعني كفى ووفى وناقش الموضوع من كافة جوانبه، ولكن أنا بس عندي تصحيح أبغى أبدأ به. تفضل. أنا كتبت مقال عن المعلمين والمعلمات دعما لمشروع الوزارة، وزارة التعليم، في موضوع حصة النشاط الذي وجه بعاصفة من الرفض، وقلت أنه المعلمين والمعلمات يعني يأخذون أعلى راتب، وفيهم أغلبية كسالى وغير مثقفين وغير مؤهلين، وإلا فحصة النشاط هذه لا تؤثر عليهم، بالعكس المفروض أنهم يتفانون في تنفيذها. هذا المقال قديم قبل حوالي أسبوعين. مقالي يوم الثلاثاء الماضي، أنا طبعاً طالبت في مقالي عن المعلمين والمعلمات أنه يتم تدريبهم هنا في الداخل وبشكل مكثف، وطالبت أيضاً أنه حصة النشاط هذه تترجم إلى آلية، يعني الوزارة ما يصير بس تطلب يلا سووا حصة النشاط، لا تعمل لها آلية. مقالي الثاني اللي كان يوم الثلاثاء الماضي كان نقداً عاماً لوزارة التعليم، لأنه الوزارة الآن في عهد الدكتور العيسى لها حوالي سنتين ولم نلمس اي يعني لم نلمس اي تقدم اي تطور. طيب انا حتى اوضحت وجهه نظري اليوم وقلت انه الدكتور العيسى يقول انه تطوير التعليم لن يتم بين 10 و 12، هذا صحيح، وانا اتفق مع الاخ ياسر انه الموضوع يحتاج لوقت اطول ولجهد اكبر، لكن يا اخي اعلن خطه، يعني نبدا نضع يعني القطار على القطبان ثم تمشي رويدا رويدا. طيب. أما بهذه الطريقة العشوائية فلا يليق. طيب ثم تفضل. دقيقة بس، لأنه أنتم يعني كأنما المشاهد فهم أنه التعليق على مقالي عن المعلمين والمعلمات، لا. الدكتور العيسى رد على مقالي الأخير يوم الثلاثاء، والذي أنا قلت فيه أنه الوزارة مخترقة من السروريين والصحويين، وانه الدكتور العيسى اما انه راض عن هذا الوضع القائم في الوزاره او ان عليها ان يغيره ويعلن، ثم ان صاحب الكتابين هذين الرائعين جدا يعني ما هو معقول انه هو هذا احمد العيسى، والان في تويتر كثر يشككون انه لا مستحيل احمد العيسى ما كتب الكتابين هذه وانما وضع اسمه عليها. انا ما يعني لا اريد ان ادخل في هذه مساله التشكيك، لكن الدكتور احمد تجاهل كل الفقرات اللي انا اورثتها في مقالي حول الوزاره وليس حول شخص، انا لم اتناول شخص ولا بالتالي. طيب وراح شخصا الموضوع وكشف الحقيقه يعني عن هذا القاموس الذي يعني انا اعتقد السوق يعرفون عنه، مش وزير ووزير تربيه، يعني هذا يعني امر الحقيقه انا صدمني، لانه معقول وزير التربيه بهذه العقليه بهذا المستوى؟ يعني حاجه يبدو لي حاجه كارثيه. طيب انا بسالك استاذ قينان، ويعني اتمنى تتحملني وانا اعرف رحابه صدرك الواسعه. تفضل. الحين انت تنتقد طريقه واسلوب ومفردات وزير التعليم، واليوم انت في لقائك كنت تقول انه يعني تستغرب هذا الاسلوب العفن، هو يقول دنا او خسه وانت تقول عفن، ما تعتقد معي انه مثل هالمصطلحات يعني اجمالا لا تليق بالخطاب الاعلامي المحلي لدينا؟ ابدا لا تليق، وعمل اليوم استخدمت
في لقائي في الام بي سي، وكنت انبه الاخ علي الغزالي وزميلته انه انا ترى استخدم الالفاظ التي قراتموها على الناس من مقال الوزير. يعني الوزير هو صاحب الخسة والدناءة والانحطاط والتبطح في المقاهي والشيشة والأوهام يعني السفه كل هذا قاموس. هو أنا لم آتي شيء من عندي، وأنا قلت لإخوانهم في الام بي سي وهم طلبوا مني أنه نرجو أنه نخلص، فأنا ما عندي مانع. طيب، لكن ما دام أنكم تقرؤون هذا الكلام على الناس، أنا بس أعيد وأقول أنه هذه الكلمات سفاهة، دناءة، خسة، يعني لا تليق لا بخطاب إعلامي ولا بخطاب اجتماعي في الشارع. طيب، مش في منبر إعلامي ولا في ولا يا أخي أنا الآن أقول الدكتور أحمد العيسى كيف سيواجه، كيف سيقابل زملاء الوزراء؟ يعني ما أنا والله مندهش. طيب أبو عبد الله تسمح لي، كيف سيقابل القيادة فوق وهو مؤتمن على 7 ملايين إنسان، طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات، طلاب جامعات والتدريب مهني يعني أنا والله متألم له أكثر من أنني متألم من نفسي، لأنه رد على نفسه بنفسه. يعني طيب، هو قدم خطاب، يعني هو قيم نفسه بنفسه. طيب الأستاذ ياسر المعارك ضيفي في الاستوديو يبغى يتداخل معك. مساك الله بخير سيد جنان. جزاك الله بالنور، حياك الله. أنا بسألك عن المثل اللي استخدمته في خاتمة مقالك. نعم، وفي العنوان بعد، في العنوان شو اسمه؟ وط المناقع وحل. المثل هذا بدك تشرح لي وش هو وط المناقع؟ يا أخي الكريم، إحنا عندنا في المنطقة، في منطقة الباحة، في الأفراح تقام عرضات. عندما يضعون السير في منتصف العرضة احيانا يتقدم له شخص لا يجيد انه يعني يدق الزير، فاي واحد يعني من اللي موجودين في العرضه يقول له يا اخي وقف المناجع وحل، يعني وخر. طيب، مناجع الزير دائما فيتين، بيقول له وخر. انا قلت للدكتور احمد العيسى، اذا يا دكتور لا عندك استطاعه ولا حد ولا عز، فوقف المناجع وروح البيت. نعم، ما في. طيب أبو عبد الله، قبل ما أنهي الاتصال لأن الوقت ما انتهى، أبطلب منك خليني أسميها تغريدة صوتية، جملة واحدة تختم فيها وتبغى تقولها عبر شاشة يا هلا إلى أحمد العيسى، إيش تقول؟ أبغى أقول للدكتور أحمد العيسى شكرا، أنكشفت نفسك بنفسك وبهذا المستوى. الكاتب قنان الغامدي، شكرا جزيلا لحضورك معنا. ياسر، تقريبا الوقت باقي معي قليل، نفس التغريدة الصوتية اللي طلبتها من قنان بطلبها منك، لكن أكثر من تغريدة على السريع، واحدة لقنان الغامدي، إيش تقول؟ قنان كاتب رأي كبير، يعجبني في شجاعته، السجال اللي بينه وبين الوزير سجال في بيئة صحية، إذا تركنا الشخصنة وتكلمنا عن المحتوى وماذا وكيف نصنع مؤسسات تعليمية أو خدمية أو لا. إنسانية تليق بتطلعات المواطن. لمشهد التعليم، مشهد التعليم أقول مشاكلكم كثيرة، صعب التعاطي مع حلها بشكل سهل، عندكم أجيال، إذا أردتم أن تنعموا بوطن متعافى يجب أن تساعدوا الدولة على تغيير بيئة التعليم من الداخل. أخيرا للدكتور أحمد العيسى، أنت قام عندما ألفت كتاب إصلاح التعليم، لديك الآن 4 وزارات، عندك وزارة التعليم العالي، عندك وزارة التعليم، عندك التعليم الفني والمهني، وعندك تعليم البنات سابقا، الآن صار عندك حمل كبير وأرث. أتمنى أن تحسن وتعيد اختيار الصف الثاني من القيادات الإدارية المتخصصة لتعينك. ذكر الأخ جنان في مقالة لو كان في نائب لكل قطاع وتحسن اختيارهم، أتمنى أن يكون عندنا التعيين بناء على الخبرة وعلى الكفاءة وليس بناء على المحسوبيات. كنت تردد من بداية اللقاء إلى الآن أنه أنت لست مع إقالة أحمد العيسى،
بينما كثير من المطالب تأتي في هذا الاتجاه. ما هو معقول أن كل وزير بقيل عشان والله نزلت صورة في كتاب ما انتبه لها ولا عشان خطأ؟ كلنا نخطي. أنا الآن أعترف عندي أخطاء كثيرة وأحاول أني إن شاء الله ما تتكرر وتتحسن. الكل يخطي، ما في أحد يعني معصوم من الخطأ، لكن في أخطاء مقبولة، في أخطاء أحاول أني أصلحها، والاعتذار من شيء من الرجال. جميل، تطالب على الهواء أحمد العيسى بالاعتذار، نعم أو لا؟ أحمد العيسى يعني لأنه وزير، لأنه معالي وزير التعليم زين، فإذا كان في اعتذار لرأي العافية عن المصطلحات، أما ما يخصه وبينه وبين جنان فيعني واضح أن اللغة لم يقبلها الرأي العام ككل، وأعتقد أنه هو وجنان وإن اختلفوا بالرأي وبالأسلوب يجمعهم حب الوطن. جميل، ياسر المعارك شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لك. إذن كانت هذه الآراء والأصداء لمقال الوزير أحمد العيسى، أتمنى أن نكون وفقنا في تقديم وجهة نظر مختلفة نوعا ما. فاصل ومكملين معكم في أهل. الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حددت 3 شروط قياسية يجب توفرها عند وضع مطبات اصطناعية، وهي 1 أن تكون في المواقع ذات الخطورة العالية، ثم ضرورة أن تزود بوسائل تحذيرية تلفت انتباه السائق وتوفر الوقت الكافي لتخفيف السرعة قبل الوصول للمطب، والثالث يجب ألا يتسبب المطب في أي أضرار للركاب أو السيارات، وإذا تم الالتزام بالسرعة المقررة للطريق. يا وزارة الشؤون البلدية، يا وزارة النقل، ويا كل مسؤول عن هذا الموضوع، أسألكم بالله، هل المطبات اللي زارعينها في شوارعنا تراعي هذه الشروط؟ هل ضمائركم مرتاحة وانتم تشوفون الصناعيات مليانة بالسيارات بسبب إهمالكم؟ والأهم من هذا كله، مين يعوض الناس عن السيارات والأرواح اللي راحت بسبب مطب أو حفرة أو خلل؟ الزبدة، كل ريال انصرف بسبب مطب مخالف وكل ضرر لحق بشخص في يوم من الأيام أو بيلحق فيه في قادم الأيام هو في ذمتكم إلى يوم يبعثون. نشوف التقرير. تظل المطبات برمتها، سواء المطبات الاصطناعية أو الطبيعية والتي لا يخلو منها شارع، هي تعتبر مصدر للقلق للكثير من السيارات التي أضحت غير قادرة على تحمل الكدمات جراء احتكاكها. مؤخرا كشفت الشروط والمبررات التي حددتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لوضع وأحداث المطبات الصناعية في الطرق عن حجم العشوائية في تصميم الطرق الداخلية ووضع المطبات في مناطق المملكة وخاصة داخل المحافظات، حيث تبين أنها تفتقر في أغلبها إلى هذه الضوابط. وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد حددت 3 شروط قياسية يجب توفرها عند وضع مطبات اصطناعية، وهي أن تكون في المواقع ذات الخطورة العالية، ثم ضرورة أن تزود بوسائل تحذيرية تلفت انتباه السائق وتوفر الوقت الكافي لتخفيف السرعة قبل الوصول للمطب، والثالث يجب ألا يتسبب في أي أضرار بالركاب والسيارات إذا تم الالتزام بسرعة المقررة للطريق. للحديث أكثر عن هذا الموضوع المهم ينضم إلي في الاستوديو المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأستاذ طامس الحمادي. أستاذ طامس حياك الله في أهلا. الله يحييك، شكرا جزيلا على الاستضافة ورحب فيك والسادة والسيدات المشاهدين. المطبات الموجودة اليوم في شوارعنا مخالفة لما هو موجود في المقاييس والجودة ولا لا؟ والله هذه تحتاج أكيد إلى عملية دور رقابي وزيارة للشوارع والاطلاع على هذه المطبات، ولكن من خلال احنا كمستهلكين ومن خلال مرورنا كمواطن تمشي فيها كل يوم ونمشي فيها الشوارع بشكل مستمر، الغالبية اقدر اقول لك انها للاسف مخالفة وفوضى بدون اي تخطيط او معايير تخضع للشروط التي وضعتها المواصفة القياسية السعودية الخليجية
رقم 2084. أشكر جرأتك في هذا الموضوع. كم المخالف منها؟ 90%؟ صعب النسبة، لكنه في نسبة كبيرة مخالفة بالتأكيد. من خلال ما تمشي في الشارع أتوقع أنه تزيد عن 60%. تزيد عن 60%، أكثر من أتوقع النصف. طبعا هذه ليست زي ما قلت لك إحصائية دقيقة، أنا فاهم، هي تقريبية شخصية، ولكن من المشاهد في الطرق وأماكن هذه المطبات المخالفة ليست حتى في شكل المطب، أيضا في مكان وضعه. ممتاز. طيب خلينا نحط المشاهدين المشاهدات في الصورة وتعطينا المقاييس والمعايير اللي لازم يلتزم فيها في المطبات. في مواصفة قياسية سعودية خليجية أصدرتها طبعا اللجنة الفنية الخاصة بالتشييد ومواد البناء، وهذه المواصفة رقم 2084 وهي صادرة عام 2010، ليست مواصفة جديدة، وأعلنت في الصحف. وكل المواصفات التي تعتمد من مجلس إدارة الهيئة كونها جهة وطنية للتقييس في المملكة، كل المواصفات التي تصدر عنها عادة تنشر في الصحف الرسمية وتعمم للكل وتزود بها الجهات ذات العلاقة. ممتاز. وبالتالي هذه المواصفة هي حددت طبعا يمكن مثل ما عرض التقرير حددت الشروط وحددت أيضا مبررات وضع المطبات، وهي 5 مبررات رئيسية، أنه إذا كان هناك وجود حركة مشاة كثيفة أو في التقاطعات المرورية الخطرة أو في المنحنيات أو المرتفعات الأفقية والرأسية، أو إذا كان منطقة عمل في بعض الطرق مثل ما تشوفون في يعني الآن الرياض أصبحت ورشة عمل في كثير من الطرق المغلقة، ممكن يوضع بعض المطبات للتهدئة، أو في الشوارع الغير نافذة نهاية الطريق كت يكون مثلا في مطب للتهدئة والتحذير طبعا السائقي أنه في مطب. فهذه مبررات 5 رئيسية هي الأساس في وضع المطبات الصناعية أو الاصطناعية، والشروط اللي ذكرتوها أيضا، وحددت طبعا أشكال وتصاميم هندسية في المواصفة لهذه المطبات. المواصفة على فكرة هي مبنية في الأساس، هي ليست مخلوقة من فراغ، احنا دائما نستعين بالمواصفات الدولية، نطلع على كل المعايير والممارسات الدولية الموجودة في هذه الجزئية. طيب بس علشان نكون في الصورة كاملة، الآن المواصفات هذه أعلنت في 2010. نعم. طيب من قبل وش اللي أعلن؟ وش كان موجود؟ كان يمكن بعض خلينا نقول الأدلة البسيطة أو الإرشادات سميها احنا أو الخصائص اللي ممكن تكون موجودة، لكنها ليست بالشكل الإطار التشريعي. المواصفة هي وثيقة إلا من 2010 وجاء، هي وثيقة تشريعية تعتبر يعني سارية المفعول وقانونية للتطبيق، وبالتالي أصبحت الآن هذه الوثيقة موجودة ومعلنة ولا بد أن تطبق. طيب الحين في 2010 لما طلعتم المواصفات هذه، كلمت وزارة الشؤون البلدية والقروية، كلمت وزارة النقل، قلتم للمرور، أرسلت لهم المواصفات هذه؟ المواصفات أنا يمكن كنت حقول لك الفكرة هذه أو الجزئية هذه يعني قبل سؤالك، إنه إحنا طلعنا وبنينا المواصفات على معايير وممارسات دولية وعلى دليل إرشادي، أساساً هي استندت على دليل إرشادي صادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبالتالي إحنا في تصورنا طالما الدليل موجود لدى الوزارة هي بالتأكيد هي من وضعت الدليل وهو يتفق مع المواصفة على فكرة، إذن يفترض أنه يكون مطبق والدليل موجود من قبل 2010. وهناك أدلة أخرى صدرت من بعض الأمانات، أمانات المناطق، أدلة خاصة بتجهيزات الطرق والشوارع. الدليل الإرشادي هذا دليل يعني عام وإطار عام للأمانات والبلديات، ويحدد وين يفترض أن تكون هذه المطبات وشكلها وإلى آخره. هذه ما يتعلق بوزارة الشؤون البلدية والقروية. نفس المسار يفترض أن يطبق على الطرق السريعة الخاضعة لمسؤولية وزارة النقل. طيب الآن خلينا نروح للمطب نفسه، إيش مواصفات المطب القياسية الموجودة عندكم اللي ما تسبب ضرر لا للسيارة ولا للركاب؟ يعتمد على وين حتحط المطب. طبعا هي 5 أشكال هندسية واضحة للمطبات. طيب. في شيء يسمونه المطب قصير، هذه عادة تستخدم ممكن في بعض المواقف اللي تكون مواقف عامة مثلا عند مدارس أو عند مساجد. ليش تتعلمنا قصير كم يعني؟ ما يتجاوز 10 متر كارتفاع، 10 سنتي كارتفاع. يا لطيف، 10 سنتي كارتفاع. طيب. عفوا. هي غالبا ترى ما تزيد، يعني كل المطبات يفترض انها ما تزيد كثير عن هذا المستوى. ما تضع مطب بخرساني اسمنتي وحديد وتحطه قدام البيت او قدام المدرسه او مسجد، هذا غير مطابق للمواصفه ومخالف تماما ويسبب يعني اضرار كبيره جدا على المركبات وحتى على الافراد.
قد يسبب انزلاقات أو إعاهات أو إلى آخره. فمتى ما وضع هذه الشروط وهذه المواصفات وهذه الأشكال التصاميم الهندسية وضعت بالشكل الصحيح وطبقت لن تجد فوضى ولن تجد مطبات مخالفة ولا نتذمر. احنا كلنا نستخدم سياراتنا في الطرق وللأسف وكثير مننا تعرض لهذه المشكلة. طيب وش الأشكال الباقية؟ في أشكال أخرى انسيابية وأشكال بسطح مستوي خاصة مثلا لحركة المشاة، تلاحظون في المشاة الحركات المشاة هذه دائما يكون مترين عرضها حتى تتسع للمشاة بشكل أكبر اللي بشكل مستوي. هناك بعض المطبات اللي تستخدم للطوارئ وهذه مشكلة ثانية، تجدها على كتف الطريق مثلا الأيمن مطبات للتهدئة بشكل بسيط وهي تستخدم توضح للسائق أنه هذه المسار خاص بسيارات الطوارئ، مركبات الطوارئ أو يعني الإسعافات وخلافه. اليوم أصبح وضعها يعيق يعني الطوارئ، أنت تبغى الطوارئ تصل أو السيارات تصل بشكل سريع أنت تعيق. للأسف أنت تضع مطبات مخالفة وبالتالي حدت من سرعة وصول الحالة الإسعافية للمستشفى للأسف يعني. فبالتالي هناك كثير من المخالفات اللي لا تخضع لا لمعايير ولا لمواصفات ولا حتى الأدلة الموجودة. طيب الحين مين المسؤول هنا؟ أنتوا وش دوركم؟ دوركم بس أنهم تحطوا مقاييس ولا لكم دور رقابي؟ أعتقد المسؤولية مشتركة إذا جاء المسؤولية بشكل عام. طيب خليني أوضح لك أفند لك وين تكون مسؤولية كل جهة. يلا. إحنا كجهة وطنية للتقييس في هيئة المواصفات والمقاييس والجودة جهة تشريعية قانونية فنية معنية في عملية إصدار المواصفات القياسية للسلع والخدمات، عدا طبعا بعض المواصفات اللي هي الغذاء والدواء، هذه خاصة في هيئة الغذاء والدواء. طيب. وبالتالي هذا الجانب التشريعي هو جانب توثيقي ومستند يكون قانوني لاستخدامه لطبعا تطبيقه في السوق أو في الخدمات أو على المستهلكين. هذا الجانب التشريعي والدور الأساسي للهيئة اللي حدد في نظامها الأساسي الصادر طبعا بالمرسوم الملكي. لها دور رقابي، ما أخفيك، يفترض أنه يكون لها دور رقابي أيضا تشارك فيه، ولكن عند الطلب من الجهات المعنية، لو وزارة الشؤون البلدية القرية مثلا ولا وزارة النقل الآن طلبت من الهيئة المشاركة، لأنه المطبات الموجودة الاصطناعية أنت لا يمكن أنك تنقل المطب وتعمل له اختبارات زي بعض السلع. لدى الهيئة مختبرات متكاملة تستطيع أن تجري اختبارات وتحقق من مطابقة هذا المنتج أو هذه الخدمة، طبعا الخدمة صعبة تنقلها لكن المنتج للمواصفة. المطب احنا ممكن نشارك فيه بالدور الرقابي، انه نشارك في الزيارات الميدانية مع الفنيين المختصين من الوزارات المعنية او النقل او حتى المرور. طيب. ونستطيع ان نحدد في الحالة هذه الرأي الفني والمشورة الفنية لمدى ملائمة او مطابقة هذا المطب للمواصفة القياسية. يعني الان ما انتم المسؤول الاول، المسؤول الاول الجهة اللي وضعت المطب. بالتأكيد الجهة اللي وضعت المطب مش اللي وضعت التحرير، ممكن افراد يضعون المطبات، لكن من المسؤول عن هذه تعتبر مخالفة من الأفراد، لكن من هي الجهة المسؤولة واللي يجب أن تراقب هذا الشيء؟ هي البلديات داخل الأحياء السكنية وداخل المدن تخطيط حضري، ووزارة النقل فيما يتعلق بالطرق السريعة، والمرور أيضا أنا يمكن ما جيت لك في الجزئية هذه، المرور يشترك أيضا في مسؤولية ضبط السرعات داخل الأحياء والشوارع الفرعية، لأنه أحيانا تجد سرعات غير محددة، وبالتالي إذا وجد سرعة معينة يفترض أن هذه المطبات ما توضع في الطرق اللي تزيد السرعة عن 60 كيلومتر في الساعة. أي طريق تزيد عن 60 أبدا لا يوضع فيه مطب، ما يوضع فيه مطب لأنك أنت حتعمل والله كارثة. العظيم ولا يدرون عن هالكلام. أنا عارف، لكن كثير من الضوابط الموجودة والشروط في المواصفات توضح هذا الشيء، وموجود حتى في الدليل اللي ذكرته لك. يعني الآن أي طريق السرعة فيه تزيد عن 60 قانونيا ما يمنع طبعا وضع مطب فيه؟ معناته هذه الطرق اللي تزيد عن 60 عادة تكون طرق سريعة أو طرق يعني شبه سريعة، خلينا نقول أو أحيانا طرق تمر فيها بعض الشاحنات أو الناقلات، وبالتالي هذا قد يسبب أيضا لا سمح الله كوارث أكبر من. طيب الأضرار اللي خلينا نتكلم على الأضرار البشرية ثم أضرار السيارات، إيش أبرز الأضرار البشرية اللي ممكن تؤدي إليها المطبات المخالفة؟ والله نرجع للإحصائيات، يمكن المستشفيات لو نشوف وش مدى الإصابات وش سبب الإصابة، لكن من خلال التجارب يعني، لا يعني الشخصية، خليني أتكلم فنيا مثلا المطب 10 سنتي هم حطوه 15 سنتي، إيش الضرر اللي ممكن تنتجه هذه الزيادة؟ عملية يعني الارتطام أو حتى على الوسائل التحذيرية كل شيء له ضرر، يعني أنت لو وضعت وسيلة تحذيرية تسبق المطب وبالتالي لن يهدئ السائق وبالتالي حياخذ المطب حتى لو 10 سنتي حيضر.
الآن مع قيادة المرأة للسيارة لو تجي واحدة حامل مثلا والله صحيح هذه يعني ممكن تصير لها مشكلة في هذا يزيد المسؤولية الآن أنه يجب أن نعيد. ممكن تعلق لي على الصورة الموجودة معنا إذا تشوفها أستاذ طامس. نعم هذه المبررات اللي ذكرت لك إياها الخمس مبررات الرئيسية اللي هي وجود حركة متى توضع المطبات. الأولى اللي هو وجود حركة مشاة كثيفة أو وجود الثاني التقاطعات المرورية الخطرة. الثالثة. والثالثة زي ما ذكرنا اللي هو المرتفعات والمحنيات والأفقية والرأسية في الطرق. والرابع منطقة العمل أو إذا كان الشارع غير نافذ. فهذه مبررات رئيسية خمس مبررات رئيسية لوضع المطب متى وكيف وأين. ولكل مطب طبعا مواصفاته الشارع صغير الشارع كبير بشكل عام للمطب لها تصاميم هندسية محددة. طيب المطبات الموضوعة داخل الأحياء الآن مشروعة أو شرعية؟ يعتمد على شكل المطب. إذا كان أنه زي ما ذكرنا داخل الطرق اللي هي تقل السرعة عن 60 للتهدئة ممكن تكون يعني مشروعة، ولكن هل شكل المطب يتناسب مع التصميم الهندسي المحدد في المواصفة ولا لا؟ هذا السؤال. أنت تقول أنه 60% تقريبا غير، أنا أقول أكثر. نعم كتقدير يعني. نعم للأسف. طيب الآن المواطن اللي يتضرر من مثل هالأمور لو يبغى يشتكي أو يقاضي أو يتظلم، إيش الجهة اللي يروح لها ومين الجهة اللي يشتكيها؟ والله أتصور إذا كان يخضع لنطاق التخطيط الحضري العمراني داخل المدن هذا خاضع وزارة الشؤون المدنية والقروية طبعا أمانات والبلديات. إذا كان في طريق سريع خاضع لوزارة النقل، يفترض أن يتقدم الشكوى لوزارة النقل وهي يفترض أن تحقق في الموضوع الجهة وتحاسب من وضع المطب وتعاقبه. على فكرة الورش اللي في ورش عمل عقدت إذا ما تخوني الذاكرة في عام 2014 ثلاث سنوات من الآن بالضبط. طيب كانت هذه الورش تتكلم عن كيف تطبيق المواصفات والمعايير الخاصة بالمطبات الاصطناعية، وخرجت بعدة توصيات جميلة. يعني كان من ضمن التوصيات أتذكر أنه برنامج شامل للتهدئة المرورية، برنامج غير تقليدي ليس فقط أنه مبني والله حط لي مطب كيفما اتفق وأقول والله خلاص هذا المطب حيحد المشكلة والناس حتهدي، مو بصحيح. طيب هذه أساليب تقليدية لابد أن يكون في يعني أساليب عصرية حديثة تتواكب أيضا حتى مع التخطيط الحديث لمدننا. نعم أنا حقيقة أتمنى أنه هذا الصوت يصل إلى كل المسؤولين وأنهم يراعون أمانتهم في هذا الموضوع. الأستاذ طامس الحمادي شكرا جزيلا لحضورك فيها هلا وإضاءاتك حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك. إذا يعني مثل ما سمعتم أنا شخصيا طلعت بمعلومات مفاجئة جدا في هذا الموضوع، والجهات المتهمة في هذا الأمر كثيرة، ولكن على كل هذه الجهات أن تتقي الله في هذا المواطن، وعلى هذا المواطن ألا يسكت إذا تضرر من مطب أو حفرة أو خلل لدى جهة معينة، وأنه يتقدم بشكوى رسمية في هذا الاتجاه. فاصل ونكمل معكم في أهل. حياكم الله من جديد في أهلا. في حلقتين سابقتين تحدثنا عن القرار السامي الذي يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة. في الحلقة الأولى تحدثنا فيها عن ردود الفعل للسيدات السعوديات تجاه مثل هذا القرار وعن الرأي الشرعي الذي خرج. في الحلقة الثانية تحدثنا عن المرأة العاملة والأثر الاجتماعي لقرار قيادة المرأة السعودية للسيارة. اليوم في هذا الجزء سنتحدث عن الأثر الاقتصادي لدى السيدات السعوديات جراء السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة. ولكن قبل ما نفتح هذا الملف مع ضيفاتي في هذا الجزء خلونا نشوف هذا التقرير. عوائد اقتصادية ضخمة متوقعة بعد قرار السماح للمرأة بالقيادة، وذلك من خلال الاستغناء الكبير المتوقع عن السائقين الأجانب، حيث يوجد داخل المملكة قرابة 1,400,000 سائق. سيتيح ذلك مقدار 400,000 وظيفة للمرأة خلال الثلاث سنوات القادمة. وفي جانب توفير عوائد مالية ضخمة ما بين 30 إلى 35 مليار ريال سعودي، وبمعدل متوسط
يمتلك كل 23 أسرة سعودية سائقا قادما أغلبيتهم من شرق آسيا. وفي بعض التطبيقات المنتشرة مؤخرا كتطبيق كريم وأوبر سيوفران المئات من الوظائف للنساء في السعودية. وأشارت بعض الدراسات الاقتصادية أن المسؤولين السعوديين يأملون أن تساهم رواتب السائقين التي تبلغ حوالي $1,000 شهريا للاقتصاد المحلي بدلا من إرسالها كتحويلات مالية إلى بلدان أخرى. كما يتوقع أن يغادر في الربع الأول ما يبلغ 250,000 إلى 300,000 سائق. هذه المغادرة ستوفر مئات الآلاف من الريالات للاقتصاد في السعودية، آثار إيجابية عدة سنلمس أثرها الواضح على الاقتصاد السعودي قريبا. لبرنامج يا هلا، فهد المسعودي، الرياض. للحديث أكثر عن الأثر الاقتصادي لقيادة المرأة السعودية للسيارة تنضم إلي من استديوهاتنا في جدة الكاتبة الأستاذة منى المنجومي، كما تنضم إلي من استديوهاتنا في الخبر الكاتبة الأستاذة مزنة القحطاني. حياكم الله في يا هلا. أستاذة منى، أبدأ معك بحكم تخصصك الاقتصادي إلى حد كبير، أيهما أكثر أثرا، تقليل المصروفات اللي راح تصرفها السيدة السعودية ولا الأثر اللي راح يرجع على الوطن ككل كعائد اقتصادي؟ كلاهما. أول في البداية أهلا وسهلا فيكم. الأمرين كلاهما لهم العديد من الفوائد. أول شيء احنا نعرف أنه السائق بكلف الأسر السعودية مبالغ ما بين راتب وتكاليف سكن معيشة حتى تكاليف استخدامه للسعودية اللي في الغالب يعني بتتراوح ما بين 15,000 إلى 20,000. هذه كلها المبالغ حتكون مدخرات أو ممكن للأسر يعني فائض في اللي هو ميزانية الأسر السعودية. كاقتصاد بصفة عامة احنا نعرف ان السعودية حجم تحويلات العملة او حجم تحويلات العملات المالية للخارج كبيرة، من خلال انه نحن يتواجد عندنا في سوق العمل السعودي ما يقارب 10 مليون. فلو مثلا مع مرور السنين، ما حقول مرة واحدة، احنا تخلصنا من فقط 1 مليون وخلي 400,000 موجودين كسائقين، معناها انه انت بتزيد في الدخل او بتزيد في بتخفض نسبة التحويلات العملة لخارج السعودية، معناها ان هي حتصرف جوا البلد، معناها انه هذا حيسبب انتعاش اقتصادي لك. غير كده انه القرار له مثلا لما نتكلم من ناحية انتعاش قطاعات معينة، انت عندك قطاعات حتتأثر بشكل مباشر بما يخص هذا القرار، عندك قطاع السيارات، قطاع التأمين، القطاع المصرفي والتمويل، قطاع الغيار، ما إلى ذلك. هذه كلها يعني قطاعات من المتوقع انه هي تنتعش خلال الفترة المقبلة، خصوصا قبل البدء في تطبيق القرار. طيب أستاذة مزنة، أبا نقول لك السؤال، من المتوقع توفير ما يقرب من 35 مليار ريال عقب هذا القرار، كيف تعلقين على هالموضوع؟ هذا موضوع إيجابي صراحة، لأنه راح يسهم في تطور اقتصاد البلد، بدل ما يصدر هذه الأموال تصدر للخارج راح يتم استثمارها بالمملكة هنا، وراح يستفيدوا منها حتى الأسر والشركات المستثمرة بالمملكة. نعم مزنة، هناك حديث كثير عن فرص العمل اللي ممكن يوفرها هذا القرار للمرأة، كيف تشوفين الموضوع؟ هذه النقطة الإيجابية بالقرار كله، فراح تتوفر قرابة 400,000 وظيفة إزاء هذا القرار بالعدة مجالات وقطاعات، منها قطاع السيارات، قطاع التأمين، قطاع تعليم القيادة وغيرها من القطاعات اللي راح توفر فرص وظيفية شاغرة للمرأة.
طيب منى المنجومي أيضا الإحصاءات تقول أو الدراسات أنه تقريبا ما بين كل 23 أسرة هنالك أسرة تمتلك سائق في المملكة العربية السعودية، تتوقعين كم نسبة السائقين اللي راح يتم الاستغناء عنهم مع 10/10/1439؟ هنالك قدر من قدر يعني اقتصاديين أعرف مني بالسوق أنه من المتوقع أنه يغادر السعودية من بين 250 ل 300 ألف خلال السنة الأولى من بدء القرار، معناها استغناء العوائل السعودية عن هذا القرار، وممكن هذا العدد حيرتفع في السنوات المقبلة. احنا بنتكلم كأول سنة لتطبيق هذا القرار. يعني ما اعرف، بس انت زي ما انت تعرف انه غالبيه الاسر السعوديه، لو احنا بنتكلم على ما يقارب 1.5 مليون سائق موجودين في السعوديه كسائقين خاص، فانت تخيل انه حجم حيكون شكل تدريجي. انا ما بقول لك انه بكره هم كل الناس حتسوق سياره وانه ما حيكون في مثلا سائقين في السعوديين، فهو خروجهم حيكون على فترات زمنيه او بشكل تدريجي. من المتوقع زي ما قلت لك انهم يوصلوا بحدود ال 250 300 الف خلال السنه الاولى. نعم، يعني هذا رقم ضخم وسيوفر مبلغ كبير جدا. مزنا القحطاني نقول لك الكلام الان، كيف توفر الاسره السعوديه المبالغ الماديه اذا استغنوا عن السواق؟ هي راح توفر الكثير. ليه؟ لانه بدل ما تدفع المراه الواحده العامله ثلث راتبها وبعضهم يدفعون نصف كراتب للسائق، راح توفر بشيء ثانية ممكن تفيد فيه المنزل، تغطي بعض احتياجاته، يعني راح توفر بشكل يعني أكثر من شكل. نعم، هذا النقطة راح تساعد كثير بالأسر. جميل جدا. منى مزنا، أنا أستأذنكم أنه نأخذ فاصل ونرجع نكمل حوارنا معكم. حياكم الله من جديد في أهلا. الحديث ما زال مستمرا عن الآثار الاقتصادية لقيادة المرأة السعودية للسيارة، وضيفتي هما الكاتبتين منى المنجومي من جدة ومزن القحطاني من الخبر. أرحب بكما مجددا. منى، السؤال لك حول الفرص، عفوا حول الترشيد اللي راح يكون اليوم في الأسرة إذا استغنوا عن السائق. هناك تكاليف أخرى مثل شراء السيارة ومثل مدارس القيادة والكلام هذا كله، كيف الأسرة اليوم تستطيع أنها ترشد الأمر اقتصاديا وتستفيد من هذا القرار؟ ترشيد الأمر اقتصاديا، كلفة السيارة، أتوقع طال عمرك أنه ما حيكون في كلفة للسيارة، يعني maybe أنه ممكن أنه سوق البنوك أو هذا ممكن هو ينتعش فيما يخص هذا الموضوع، اللي هو ممكن هم ياخذوا سيارات بالتقسيط على قولتهم. الأسرة السعودية هي ممكن هي توفر ما يقارب بحدود ال 2500 لتقريبا 3000 او ممكن اقل من ال 2500، هي تكاليف السائق شهريا. وكمان تقدر توفر اللي هو قيمة استخدام السائق، وممكن هذه المبالغ تروح لقص سيارة، وممكن هي تروح يعني في الفترة المقبلة انه حق مدرسة تعليم قيادة او ما الى ذلك، بس انه على الوقت او مع مرور السنوات ما حيكون، بالعكس هم الاسر السعودية حتدخر هذه المصاريف لها وممكن تصرفها وممكن تكون مبلغ للادخار. طيب جميل. مزنا، في بعض الأصوات اللي نوعا ما ما زالوا متحفظين على القرار، يعتقدون أنه احنا لما نتكلم على توفير اقتصادي كبير أنه احنا نبالغ. أنا أبغاك تذكري لي شيء من تجاربك أنت في الدفع للسائقين أو لسيارات الأجرة أو غيرها. لا يعني بالتأكيد هذا يعني فكر خاطئ. أنا سابقا عندما كنت موظفة كنت أدفع تقريبا ثلث راتبي للسائق اللي بوديني ويجيبني الدوام فقط،
غير عن باقي المشاوير. فبالعكس يعني هذا القرار راح يساهم كثير بتوفير المبالغ المقدمة للمواصلات. طيب إذا تكلمنا إضافة أنه اعتماد على النفس. طيب إذا تكلمنا مزنة عن كل المبالغ اللي تدفع شهريا من خلال تجربتك أنت، سواء الذهاب للعمل أو لأشيائك الخاصة، كم كنت تدفعين تقريبا؟ تقريبا على الأقل 2500، هذا أقل شيء شهريا. شهريا نعم. ممتاز. عشان يكون في حل عملي الآن، ال 2500 هذه من بعد 10 كيف راح تستثمريها لصالحك؟ ممكن يعني راح استثمرها باشياء كثيره، ممكن اوفر لي انا مواصلاتي الخاصه، واضمن بعد انه حتى سلامه يعني سلامتي انا وانا بالطريق، يعني لما اركب مع سائق مثلا متهور يكون مسرع انا ما اضمن انه انا بوصل للمكان او لا. صحيح. يعني غير اني راح اوفر مبلغ، راح اوفر حتى راحه نفسيه. طيب جميل، يعني هذه رؤية جديرة بالاهتمام. منى برجع لك، تحدثنا عن فرص العمل ولكن فرص السوق الآن خلينا نتكلم عنها، أنه حتكون حنحتاج إلى أماكن إصلاح سيارات أكثر، حنحتاج إلى قطع غيار أكثر، شركات سيارات أكثر، كيف تشوفين انتعاش السوق اقتصاديا مع هذا الموضوع؟ من المتوقع أنه الأسواق ما يخص السيارات وأكسسواراتها وما إلى ذلك أنه ترتفع فيها نسب المبيعات أو الإقبال عليها ما بين 20-25% في السنة الأولى من تطبيق القرار. عندك كمان لا تنسى سوق التأمين، اللي هو التأمين اللي هو أي واحد أو واحدة تقدم أنه تحصل على رخصة لازم تأمن على المركبة، فهذا كمان بنفس تقريبا النسبة حينتعش هذا السوق. صحة بنتقل لمزنة. مزنة اسمحي لي بس انتقل لمزنة. مزنة بترك لك مساحة ختامية تقولي فيها اللي تحبين حول هذا القرار، سواء اقتصاديا اجتماعيا او غيره، ايش تحبي تختمي فيه؟ احب اقول انه هذا القرار راح يحدث نقلة تاريخية وحضارية في تاريخ المملكة، وتضيف للمرأة كونها فرد من أفراد المجتمع. نعم. هني حكومتنا على هذا القرار. الكاتبة مزنة القحطاني كنت معنا من الخبر، شكرا جزيلا لك. منى أتمنى أن صوتك صار أفضل، إيش تحبي تختمي فيه؟ تمام. ما يخص القرار أنا كتبت كلمة أنه أصبح الحلم حقيقة، الحمد لله تحقق حلمنا سنسوق، وإن شاء الله يا رب. يعني ما أعرف بس إحنا بالنسبة لنا كسيدات كنا نعاني من عدم القيادة الصراحة. طيب منى المنجومي الكاتبة الصحفية شكرا جزيلا لحضورك معنا في أهلك، وأنت معنا من جدة. منى تقول أصبح الحلم حقيقة، ومزنة تشكر القيادة على مثل هذا القرار من تمكين النساء من القيادة. فاصل ومكملين معكم في أهلك. حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا الذي نبدأه بفقرة الرصد الصحفي كالعادة بأكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات بالإضافة إلى المقال الذي اخترناه لكم أو اختاره لكم فريق يا هلا من الصحافة السعودية. المقال الأكثر قراءة من صحيفة الحياة للكاتب أحمد العيسى بعنوان على رسلك أخي جينان، يقول قرأت بكل ألم ما سطره قلم الكاتب جينان الغامدي بصحيفة الوطن يوم الثلاثاء الماضي في مقالة تفوح منها رائحة النذالة والخسة أقصى ما تصل إليه النفس البشرية من انحطاط. لم تكن اتهامات الكاتب بفقدان العزيمة والحزم في مسيرة عملي في الوزارة هي التي أثارتني لكتابة هذه المقالة القصيرة. ما أثارني في مقالة الكاتب نقطتان، هما أولا محاولة التشكيك في انتماء الوطني وهوية الإصلاحية بالقول إنهم صحويون قدماء محبون للصحوة ومستترون،
مسكين هذا العقل المريض المسكون بهواجس التيارات والصراعة الحزبية. نسي الكاتب أن ما قدمته كلية اليمامة أثناء عمل مديرا لها من أعمال تحارب الفكر المتشدد لم تكن فقط من خلال المسرحية، وإنما هي عشرات الأعمال الخالدة. أذكر منها أن كلية اليمامة هي أول من سمحت للنساء بالجلوس في المسرح الرئيسي للمشاركة في الندوات والمحاضرات من دون حواجز أو صالات خاصة وغيرها الكثير. أخيرا لا بد من أن أشير إلى أنه إذا كان الكاتب أو أحد القراء يعتقد أن إصلاح التعليم يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها أو خلال عامين أو ثلاثة فهو واهم، ولا يعرف طبيعة النظام التعليمي وتعقيداته المتناهية، ناهيك عن أن وزارة التعليم اليوم هي عبارة عن أربع وزارات بعد ضم رئاسة تعليم البنات والمعارف والتعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني في وزارة واحدة. فلذلك هون على نفسك يا أخي جنان وابتعد عن مثل هذه التفاهات، غفر الله لنا ولك. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة الوطن للكاتبة عزة السبيعي بعنوان قصة 15 عاملا وسعوديا واحدة. تقول: عندما تدخل قاعة الحقائب في المطار تستقبلك عاصفة برتقالية من العمال تحييك مرحبا، أنت في السعودية بلاد الملايين من العمال. عند بوابة المطار سيستقبلك السائق المدام والذي يحصل على ما لا يقل عن 1500 ريال وتكلفة معيشته 1000 أخرى. في البيت أيضا خادمة، ويتكلف مثل ما يكلف السائق مع مشاكل اجتماعية وإنسانية أخرى تشعرك بتأنيب الضمير أحيانا. ثم مضيت إلى المحطة ولم تخرج من السيارة، وتولى تزويد سيارتك بالبنزين عامل آخر، ثم قررت غسل سيارتك وألقيت المفتاح على عاملين آخرين كانا ينتظرانك تحت البناية التي فيها مكتب صديقك والذي ناقشته حول كثرة العمال في السعودية. لكنك تذكرت أنك جئت إليه لأنك تريد الاستدانة منه، فالراتب لا يكفي الحاجة وكل هؤلاء العمال ينتظرون رواتبهم منك. من المقال الذي اختار لكم فريق هلا من صحيفة الجزيرة للكاتب يوسف المحيميد بعنوان هنا مملكتنا الجديدة، يقول: في تلك الليلة العظيمة التي شهدها المجتمع السعودي وسجلها التاريخ، خرج المجتمع كله في شوارع تويتر وهاشتاغاته ولسان حاله يقول هنا مملكتنا الجديدة. لقد انتصر سلمان الحزم صاحب القرارات الجريئة في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واتخذ قرارات مهمة للغاية في زمن صعب. إن ذلك الأمر سينعكس على الشأن الاجتماعي والاقتصادي، فكثير من الأسر ستتخلص من السائقين الأجانب وستصبح غرفة السائق في منازلنا من الماضي. المقال الأكثر قراءة على مواقع الإنترنت كان معنا مقال معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وأثناء نقاشنا حول موضوع المقال فات علينا أن ننوه إلى أنه حاولنا التواصل مع وزارة التعليم من أجل سماع صوتهم لكن لم نجد تجاوب واضح في هذا الشأن، وأنه منبر يا هلا مفتوح لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ولوزارة التعليم إذا ما أرادوا إبداء وجهة نظرهم حول هذا الموضوع في أي وقت شاءوا. الرصد الصحفي لأخبار السعودية مستمر، وهذه المرة بلغة الأرقام. ١٤٧٠ سعودية استخرجن رخصهن من الأردن ومبتعثات نقود بأريحية. ٥ مخالفات مستحدثة في الانتقالية بعقوبات ١٠٠٠ ريال يومياً. ٥٠٠٠ ريال عقوبة المتحرشة بالرجال. ٨ مطارات من الأفضل دوليا. ١٩١٧ قضية حجر على القاصرين عقليا. ٤٠ عملا فنيا انطلق في رحاب المصطفى. ٣ جهات لحظر تداول المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل. ٢٣٠٠ طن تمور استقبلها مصنع التعبية منذ بداية الموسم.
كشفت مجلة فرنسية شهيرة أن أمير قطر تميم بن حمد أمر بسجن 20 فردا من العائلة الحاكمة عقابا لهم على جهرهم بعدم رضاهم عن السياسة المتبعة من قبل نظام الدوحة. ونقلت المجلة عن رجل أعمال فرنسي كان معتقلا من قبل الشرطة القطرية قوله إنه التقى أفراد العائلة المعتقلين في السجن وأخبروه بأنهم سجنوا بأمر من تميم شخصيا عقابا على مواقفهم الداعمة لدول المقاطعة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. ما راح أعلق كثير على هذا الموضوع، ولكن باختصار من الأشياء الرئيسة والثابتة والمهمة اللي تربينا عليها إنه اللي ما في خير لأهله ما في خير للناس. تسجن 20، تسجن 40، تسجن قطر كلها، هذا النظام الداعم للإرهاب ساقط لا محالة. في روتانا خليجية أحببنا في هذه الفقرة الأخيرة من الحلقة أنه نقدم لمسة وفاء لشاعر كبير من شعراء الوطن، الشاعر الذي كتب النشيد الوطني السعودي إبراهيم خفاجي، وراح نضع هذه اللمسة الوفية، ولكن ليس قبل أن نستقبل اتصال هاتفي مع الأستاذ الإعلامي والشاعر خالد قماش الذي زار أستاذنا الكبير الشاعر إبراهيم خفاجي اليوم في المستشفى للإطمئنان عليه ونقل حالته الصحية لنا. الله يشافيه ويعافيه ويقومه بألف سلامة إن شاء الله. أستاذ خالد حياك الله في هلا، وطمنا عن صحة إبراهيم خفاجي. أهلا، مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين. أنا وصلت إلى المستشفى في رغبة لزيارة أستاذنا الكبير الرمز الوطني إبراهيم خفاجي، ولكن يبدو أن حالة الصحية لا تسمح حتى بالزيارة حسب ما علمت من أحد المسؤولين في المستشفى في العلاقات العامة، بأن حالة الصحية لا تسمح بالزيارة. نتمنى له الشفاء، ونتمنى أيضا له الدعاء. هذا الرجل الذي قدم للوطن الكثير من الأغاني الوطنية، الأغاني العاطفية والوجدانية، هذا الرجل الذي يعني هناك أكثر من 6 ملايين حنجرة كل صباح تتلو نشيده الوطني ويرددون هذا النشيد، هذا الرجل الذي استطاع أن يدوزن أوتار القصيدة في أرواحنا من يناعش الجفن كأول أغنية حسب معلوماتي، إذا تصدق ولا أحلف لك، إلى أن ختمها بأهل مكة. نحن أمام رمز كبير يا صديقي، ولا نملك إلا الدعاء له. نعم خالد، قابلت يعني مجموعة من الأطباء أو أهل إبراهيم خفاجي أو أي ناس واقفين على حالته الصحية؟ لا، أنا تواصلت مع المركز الإعلامي نفسه في المستشفى، لأنه رحت في وقت غير زيارة وقلت هستطيع أدخل يعني إذا كان في أسبوع، لكن حتى يعني بلغني أنه حتى في وقت الزيارة يعني الزيارة يعني شبه يعني معدوم عنده، يعني لا يسمح أقاربه غالبا بالزيارة، ويعني وضعه يبدو لي أنه يعني شوي سيء قياسا بعمره، 90 الله في عمره، ولكن لا نملك له إلا نعم. خالد، الدعاء. نعم خالد، عندك معلومة كم يوم الآن هو في المستشفى؟ معلومة دقيقة لا، لكن يبدو لي من أقل من أسبوع، يعني في أيام مجرد أيام يعني، ودخل والآن في غيبوبة الرجل، ونسأل الله له الشفاء. آمين يا رب. هو في قسم العناية المركزة؟ هو في قسم العناية المركزة في مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة. نحن حقيقة نتمنى له الشفاء العاجل. أترك لك مساحة أخيرة تقول فيها اللي تحب، تطمن الناس، تدعوهم للدعاء لهذا الشاعر الكبير اللي تحب. خالد، الأمل في الله كبير، ونحن أمام رمز زي ما قلت لك شعري كبير، وأتساءل كأي كاتب أو إعلامي، هل هناك شاعر أو شارع مسمى باسمه تخليدا لاسمه، أو ميدان أو حتى قاعة في نادي أدبي أو جمعية للثقافة والفنون عرفانا بما قدم هذا الرجل خلال هذه المسيرة الطويلة؟ صحيح، وإحنا نشير إلى أنه كان في حفل تكريمي كبير حقيقة لإبراهيم خفاجي في جدة قبل فترة، يعني أتوقع سنتين من الآن. هو كرم عدة مرات، كرم عدة مرات داخل الوطن وخارج الوطن، لكن أتمنى ألا نطبق نظرية شيخنا محمد حسن زيدان قبوري وأنا ننسى مبدعينا وقت ما نزيد عليهم. خالد،
ما أعرف يبدو الاتصال انقطع مع الأستاذ خالد قماش. يعني كانت يعني هذه محاولة للوقوف على الحالة الصحية للشاعر إبراهيم خفاجي. أسأل الله العلي العظيم أن يشافي هذا الشاعر الكبير وأن يعافيه وأن يعيده إلى أهله ومحبيه وجمهوره سالما غانما معافى. الساحة الشعرية تنتظر صوت شعري كبير مثل إبراهيم خفاجي. كلما رددنا أشوفك كل يوم وأروح عشان نظرة ترد الروح، تذكرنا إبراهيم خفاجي الشاعر الذي أثرى الموسيقى السعودية والعربية. وكلما تغنينا تصدق ولا أحلف لك عجزت بلساني أوصف لك، تذكرنا إبراهيم خفاجي العاشق الذي أوقد الكلمات من روحه ليدفئ بها مساءات العشاق. وكلما هتفنا سارعي للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء، تذكرنا إبراهيم خفاجي الوطن، هذا الرجل الذي أمضى 6 أشهر ليكتب فيها النشيد الوطني السعودي وخرج بنص سيبقى شاهدا مدى الدهر أن سعوديا أصيلا مر من هنا وكتب بأنفاسه نشيد الوطن. يا إبراهيم قم من سريرك فأحبابك ينتظرون ابتسامتك العاشقة، والوطن يشتاق صوتك النبيل، والشعر يشعر بالغربة كلما تعبت. يا إبراهيم أرواحنا قبل أفواهنا تدعو لك وتناديك وتحبك، فأنت شاعر الوطن والحب والصوت الذي لا يشيخ. أنا بقول له تصدق ولا أحلف لك عجزت بالثاني أوصف لك، نعيم نعيم القرب في وصلك وانت كريم من اصلك، وده قلبي على يدي وهو اغلى ما عندي وهو هديه من عندي، وتبغى زياده في حبك اجيب لك قلب تاني الليل. تصدق ولا احلف لك عجزت بلساني اوصف لك، تصدق ولا احلف لك عجزت بلساني اوصف لك. أشوفك كل يوم ما أروح أقول نظرة ترد الروح، أعيش فيها عشان بكرة عشان ليلي لكل جروح، وما دام النظر مسموح أشوفك كل يوم ما أروح. صحيح النظرة ما تكفي إن الآلام ما تشفي، صحيح النظرة ما تكفي إن الآلام ما تشفي، ولكن عذرنا الحاضر نراعي الوقت والخاطر. سارعي للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر العلم يحمل النور المسطر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، رددي رددي الله أكبر. يا موطني عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. سارعي للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني. وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله.